Tu manques pas de respect et tu fermes ta gueule. Tu fais chidrti. Wesh menitek? شنو درتي هادشي؟ قلب على عينيك يلا. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاصل ونواصل. قبل ما تبدا الحلقة فكرت مزيان هاد السيدة كيفاش القضية غتخرج معاها. سولت عليها في إعداد قالوا لي السيدة لسانها طويل وإلا جبتيها يا ويلك وسواد ليلك. اليوم غادي نحاول أنني نتحامى عليها أنا وفاتي جمالي ونشوف هاد الحلقة واش غتخرج على خير ولا لا. فاصل ونواصل. مراد وطاقم العمل كيتصلوا بالضيفة وكيعلموا أن غتحضر معنا البرنامج جوابك لويز، وهو برنامج مسابقة خفيف من خلاله كتربح الضيفة الجمهور الحاضر في البلاطو. الضيفة كيسحب لي غتجي تشارك في برنامج عادي اللي ما عارفاش أن المتبارية اللي معها فاتي جمالي والجمهور الحاضر ديري اليد مع مراد باش يعصبوك والسموحات من دابا. حلقة جديدة من حلقات برنامج جوابك لويز. جوابك لويز كيستضيف يوميا نجوم الفن والثقافة في المغرب باش نلعبوا على الذهب. غادي نحاولوا أننا نجمعوا الشمل ونشوفوا شكون اللي غادي يربح اللويز. اللي غيربح اللويز ماشي الفنان لأن الفنان مدبر الحركة، اللي غيربح اللويز هو هذا الجمهور اللي حاضر معنا. فاصل ونواصل. مرحبا بكم. على بركة الله نبداو بالضيفة الأولى ديال هذه الحلقة، النجمة المغربية ماريا نديم. السلام عليكم ماريا نديم، بارك عواشرك. الله يبارك فيك. كيفاش دوزتي رمضان؟ دوز بخير وعلى خير الحمد لله. جاك العطاش؟ جاك الجوع؟ ايوا ضروري ضروري. علاش صحتي البارح؟ مع ثلاثة نعاودوها سي 3 2 1 اي. ماريا نديم واش كديري روتيني اليومي؟ عمري درت روتيني اليومي؟ لا مرة انت كتصوري دارك في المشاش، انت ناعسة، انت فايقة. ايوا هادوك سي دي ستوري ماشي روتيني اليومي. روتيني اليومي سي ان كونسيبت كيدار في يوتيوب. عندك معلومات غالطة من ديك الورقة. فاصل ونواصل. واش ما عجبوكش أسئلة؟ لا مزيان. عرفتي النوعية ديال الأسئلة ديالي؟ وأنا واش قلت لك عجبتك شي حاجة عبري على الرأي ديالك. ولكن راسك تهضر بوحدك، منين تنجي نجاوب ما تخلينيش نجاوب. كنعرف ماريا نديم المؤثرة اللي كنشوفها في انستغرام، ما كنشوفش الممثلة. فين هي البيرسوناج ديال غتفرج فيه إن شاء الله في هذا رمضان هذا؟ لا كوب كوب كوب، حيت قلتي إن شاء الله في هذا رمضان، حنا راه في رمضان. إن شاء الله إن شاء الله الحلقات اللي غيكونوا في رمضان. واش كدوي بالعربية مزيان؟ عندك العربية مزيان؟ مخير على مالي جاي من فرنسا مغربية. ما تقوليش إن شاء الله في هذا رمضان غادي ندوزو. ولكن هذا هو السؤال اللي سولتيني، شنو دوزت اليوم في هذا النهار؟ قلتي لي فوقاش غادي نشوفوا الأمل ديالك. حنا كنعرفوا كمؤثرة، أنت دابا بحال مستضيف مؤثرة، وأنت قلتي قبل ما تقبلتيني قلتي الفنانة ماريا نديم، ما قلتيش المؤثرة ماريا نديم. لا ما بغيتش نحكر عليها ونقولها في لا كان بإمكانك تقولها إلا كتظن أنني إنفلونسوز، ما كانش غادي ندخل عندك كتبقى تما حيت على كون على ريفيرونسي كوم انفلونسوز سي تو. كنشوف في انستغرام اكثر من في وانت كتشوفني في لي بلاطو ديال لي تورناج كنمثل، ما كتشوفنيش في انستغرام. انا ما جو سو بلو اكتيف في انستغرام ماشي بحال قبل. انا باش عرفت كان انت كتباني مع المشاج ديالك حيت شتي لي ستوري ديالي مع المشا ديالي. انا شفت جايبني ونقلب على توزه، كتشوف لي ستوريات ديالي وصافي. وانت انت راك ما درتي توزه. ايوا اسمح لي انت داكشي داك الراي ديالك الخاص بالعكس. انا ما قلبتش على الاعداد، ما قلب على التوزه. انت راه ما عندك توزه داكشي علاش ما لقاو توزه. ايوا ماشي مشكل، سير دخل اليوتيوب تلقى الفيلم ديالنا المسلسل ديالنا راه في لا توندونس. هذا حمق هذا، كنا طحنا ومشينا بحالنا. انت الجمهور متمر تا هو معاك، نتوما معاه ما تقدروش تهضروا ياك ماشي مشكل. ديكتاتوري هاد السيد. يلا 3 2 1. عرفناك ممثله، عرفناك مغنيه، عرفناك مؤثرة، علاش كترطاي؟ ما فهمتش. أي حاجة كنبدا فيها من حقي نديرها. لا ما عندك حتى أغنية ناجحة، أنا نتحداك دابا قدام الجمهور إلا عرف أغنية واحدة ديالك. ها؟ إلا كنتو كتعرفوا شي أغنية ديال ماريا نديم صفقوا، ما كتعرفوش ما تصفقوش. أعطيني شي أغنية. سير قلب ما يمكنليش أنا نعطيك الأغاني، سير قلب. وهاهما الجمهور. الجمهور أنت تمارس عليهم الديكتاتورية داكشي علاش ساكتين. ياك ولا لا؟ هي راه تهضر معايا بحجبانة فهمتها. ماشي مشكل. الضيفة الثانية هي النجمة المغربية فاتي جمالي. سير تكلم سير اصاحبي، شد راسك ما تسمعش. واش كتهضر منيتك اصاحبي؟ شنو كنهضر منيتي؟ شنو المشكل؟ شنو المشكل ما فهمتش؟ لا انا ما عنديش مع الجلسات ديال النفاق. يلا بدينا حنا البرنامج. ايوا سير كمل البرنامج ديال. قلت لي انا كاين شي نفاق مني. الكونسيبت هكا اش غندير لك انا؟ قلت لي شي حيره. شي كامل. حل صاحبي
صاحبي ليا الباب. الله يرحمك الوالدين، خليني نكمل هذه الميسيون. الله يرحمك. سير كمل. واش انا علمتيني؟ انا ملي تشرح لي الكونسيبت ديال البرنامج ديالك ونقول لك اوكي ونجي على هذا الاساس غادي نجي. ويلي واش بغيتيني نمشي بحالي؟ عافاك ضريتيني في راسي. الله يرحمك الوالدين، والله الا ضريتيني في راسي، والله الا ضريتيني في راسي. انت اللي ضريتينا في راسنا بالغوات. سينو جو ميم لوفي اي سا سخا فيني. راك عصبتيني. يلا باي. تهلا سالا وقتك صافي اختي. عافاك نجلس حداك. بغيتي تباني زعما تواضعتي وجيتي حدا الجمهور، علاش ما كتجلسوش في الجمهور في الزنقه ملي كتشوفوا كتمشيو عنده تشتو هنا عاد جلستو حداه؟ دابا هذه اللي كديري السينما. والله ما بقيت كنحترمك بالله. هبطتي معيني اكثر ملي كنتي هابط. كنتي هابط عطيتي ودرتي زدتي انفونسيتي. انت كبرتي في الاحترام. واه خويا يلا عافاك نصوروا 3 2 1 اي. معنا النجمه المغربيه فاتي جمالي. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا. تفضلي. اولا بارك عواشرك. شكرا علينا وعليك. واش ما تمنيتش الاجواء الرمضانيه كيفاش كدوزيها؟ الاجواء الرمضانيه اون جينيرال كدوز مزيانه. واش عندك شي خلاف مع ماريا نديم؟ اما نديم عندك ماشي خلاف معها؟ لا. هي عندك شي خلاف معها؟ صافي. انا كتهضري وكتنساي. والله ما عقلت. قولي لي قدروا نخليو شي لا ماشي لي ستومبي. قولي لي والله يسال لي ستومبي. جيتي في اون سول فوا دون ما في بس سي سا لو بروبليم. هذيك لا سول فوا هضرتي معايا جونتي ولكن التجمعات في البلاطو وانت عارفه الهضره كدور وكتوصل هضرتي فيا خايب. مي سي با غاف. ديال جد البلاطو صافي خلينا ساكتين. عافاك الله يرحم بوك. داكشي ديال العيالات ما عندي ما ندير. اكزاكتومون. دابا انت جيتي انت اللي جبتي هذا الموضوع. انت معروفه كديري مشاكل في البلاطو ديما مضاربه في البلاطو. راه ما كنافقش انا عندي نيشان. هاد الناس هادو اللي جالسين راه تيسمعوك. دابا انت باغي تخسر الصوره ديالك. انت قبيحه كتضربي في بلاطوات. واش بغطيها ليا الباطل؟ وحاربتي الفنانه فاتي جمالي ودرتي عليها صيف الرويضه. اخويا اخويا راه يا فغي سوسي في هاد البلاطو. فاتي عافاك اسكت الله يرحم باك. ما تقولش اسكت الله يرحم باك. واحترمتك قلت لك الله يرحم. انا ما احترمتكش وباغا ندوي. خويا انت سبحان الله عندك كل شيء ما مزيانش وانت اللي مزيانه وكل شيء كذاب. واش انا قلت لشي واحد كذاب؟ انت دابا كذبتيني. ما كذبتكش. قلت لك صح كذبتيني. ما تجيش تهضر مع شي واحد راه انا ما مسؤولاش عليها. الا وقع شي نهار شي مشكل وكننصحك بولا بروشين فوا سيري عندو فاس. دابا انا نتسنى منك انت تنصحيني. واي نوت واي نوت. دابا انت غتنصحيني. علاش ما غنصحكش؟ ما تنصحينيش. جو سوي كيلكان كي سي تري تري بيان بارلي كي سي دوني لو كونساي. او سي فغي. اكزاكتومون. واش درتي بحياتك بلي كونساي؟ واي اللي درت بهم مثل المشاكل. الى حا مشاكل. مشاكل. هاد المرة ما تحليش فمك تهضري في عباد الله. الى ماشي نحيد فمي فمي تتحيد في بلاصتو. ما تحليش فمي ما تندير فيه والو. انا فمي انا كنقول لك تسالي وعيط ليا مورا. لا حيت ما خليتونيش نهضر. تقدري تفضلي. لا انت لا تقدري تفضلي. شوفي فيا. تو ان سوسي. انت وصافي وصافي كاستوا خلينا انا وياك. كاستوا تو يلا فازي. ديغاج ديغاج يلا ديغاج. كمل كمل اخويا. لا ما غاديش يكمل. ما تدوش هذه الحلقه كاع. ما تكملش. مشي بحالي عاوتاني. مشي جلس ليه ولا مشي بحالي؟ لا نسولك. وسول اللي غتسولي يلا. دابا يا بوكو دباغازي قبل ما نصورو. السؤال كيقول سمعتك اخويا سمعتك ما تغولش عليا. انا راه هما اللي دايرين السوق ديال الحمام هنا. والله عييتيني بالله. سير انت راك عييتيني. والله لا عييت. راجلي كيتسناني برا وتمشي بحالي. والله بغيت نمشي. 3 2 1 اي. إذا ندوزو الفقرة المسابقة. معنا جوج نجمات مغربيات، الفنانة المتألقة ماريا نديم والنجمة فاتي جمالي. اللي ربح اللويز كنعطيوه للجمهور. إذا تصفيقات حارة الجمهور ديال فاتي جمالي وتصفيقات حارة الجمهور ديال ماريا نديم. نبداو على بركة الله بالسؤال الأول. وتقدر تشرح لي حيت ما فهمتش؟ عندك أسئلة اللي جاوب كيربح اللويز وكنعطيوه للجمهور. سي بون 3 2 1 اي. السؤال الاول هو مقطع موسيقي نشوفوا شكون الفنانه اللي غتجاوب باش تربح الجمهور ديالها. السؤال الاول ام كلثوم بتونس بك لسه فاكر. اذا الجواب صحيح. فاتي جمالي. فاتي جمالي كتربح الجمهور ديالها اول لويزه. سؤال ثاني مقطع موسيقي نسمعوا كاملين ونشوفوا الجواب عند من. إلفيس بريسلي هذا ياك؟ وايزمان. إذا الجواب فاتي جمالي وايزمان. إذا اللويزة الثانية. سي سي فاريونت شونسون فرونسيز بليزير دامور. برافو عليك. دونك ماشي ديال إلفيس غير سرقها بحال شي وحدين. فاصل ونواصل.
فاش قطعتي حيت حنا في المسابقه دابا راه بولشي وانا كنفسر لك انت تعرضتي للسرقه الفنيه انا ما تعرضتش انا كنقول لك قطعوا لك الاغاني ديالك سرقوهم لك دابا انا جاوبت على اغنيه ما فهمتش علاش كتخشي الهضره فاش شنو قلت لك تكوش عمرك سرقوا شي اغنيه قلتي لي لا دابا ما كفاكش هذيك التقليقه اللي انا كاي عليك كاي عليا كاي تلسمو الشتي حمقى ولا مالك مش تكوني ميم با تي مالا ما تغوتيش عليا وما تهزيش يدك سكي ال ما يضرش شي ديال الحمام والله بيني وبينك وحق الله اسمح لي اسمح لي ما عرفتش واش نخسر لك هادشي ديالك مي جون بو بلو صافي عطيت بزاف من اللي عندي وروجت معاك وضحكت معاك وضحكنا معاها صافي تشاو لا ماريا علاش شنو المشكل عندك انت دابا ما فهمتش عييت عييت من هادشي ديالك فهمت انا مالك واش نتوما بيناتكم انا مالي يلا 3 2 1 اي ندوزو للسؤال الموالي واخا عليك داني عافاك عافاك راك تدخلي في الكلام عافاك مازال ما دويتيش مازال راه حيت شاد القرعه واخا يلا يلا هضره هضره العار غير قول شي حاجه لا غير حيدي ديك القرعه ما نحيش القرعه حتى كنشرب راه كنصورو جو ميد غات ما غاديش نحبس انا ديزيغرا راه كنصورو راه كنصورو tu manques pas de respect et tu fermes ta gueule tu fermes عندها الحق سمعتيها مزيان tu la fermes شي بحال هادي انا كاع شنو هادشي درتي انت؟ واش منيتك؟ شنو هادشي درتي؟ واش منيتك؟ شنو درتي هادشي؟ قلب على عينيك يلا سير قلب عليهم. ماريا ماريا كنا كنضحكوا معاك. ماريا جناك اليوم باش نقيسوا لك درجه التحمل والصبر ديالك هذا الجمهور كله هو اللي كان متامر عليك اول المتامرين هو هذا الجمهور ثاني وحده تامرت عليك هي فاتي جمالي وكنا بغينا نقيسوا درجه الصبر والتحمل ديال الفنانه والنجمه المغربيه ماريا نديم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله